أرتيان عبد الرحيم جيني بالمناسبة هو حضر هو كان في العملية ديال ديرانزاران وهذه واحد ثلاث سنين ولا عامين كونوا فيلم صوروا صحراوي اللي مشاو حتى لبيرانزاران وداروا فيلم تقريبا إن شاء الله غادي نحاولوا نحصلوا عليه ونجيبوه لهنايا. كنشكر القنوات اللي استضفتني هاد الأمسية اللي نضمنا فيها العرض ديال الفيلم معجزات قاسم من إخراج لبنان اليونسي إنتاج شاوي الإنتاج شركة شاوي الإنتاج. هاد الفيلم اللي كجاب المناسبة ديال إحياء ذكرى المسيرة الخضراء والعيد عيد الاستقلال المجيد هذا شهر نوفمبر حافل بهذه المناسبات الوطنية الهائلة. هذا فرحة ديال الشعب بتخليد ذكرى المسيرة. هذا الفيلم كيتكلم عن المعاناة ديال الأسرى المغاربة في تيندوف معتقلات تيندوف خلال سنوات الأسر والتعذيب اللي شافوه والمعاناة اللي عاشوها من طرف الجزائر ومن طرف البوليزاريو. كان لازم يدير هذا العمل لانه باش نخرجوا للوجود وباش نوروا الراي العام وباش نعطيو واحد الصوره حقيقيه ديال المأساة والمآسي اللي عاشوها الجنود المغاربه اللي كانوا مختطفين من طرف البوليزاريو ومن طرف الجزائر. فكان عندي الشرف اليوم كمنتج أن باش نقدموا هاد الحفل هاد المكان في إذن بوتيك أوتيل في نترا. فهذا دخل في نطاق الأنظمة في نطاق الأنشطة اللي كينظمها. فكانت هذه مناسبة كتشرفني وكتشرف جميع مستخدمي أوتيل إذن بوتيك باش يكون عندنا هاد العرض في هذا المستوى اللي كانوا حاضرين فيه المعتقلين بنفسهم وهم اللي بنفسهم صوروا الفيلم. فكنشكركم وكنرحبوا بكم في هذا الحفل والدعوة دائما موجودة والدعوة دائما مفتوحة لجميع الفاعلين في الميدان الفني. ملي كتكون أعمال فنية أدبية ولا أعمال وطنية طبعا فالمجال مفتوح وكنرحبوا بهم في جميع الأوقات.